السلام عليكم. في الفيديو اللي فات كنا اتكلمنا عن الابستراكت كلاس، وقلنا ان الابستراكت كلاس هو كلاس انا ما اقدرش اعمل منه اوبجكت، بستخدمه بس كتوصيف للسب كلاسز اللي هتورث منه. طب عندنا حاجة تانية ممكن استخدمها ان هي توصف الكلاس بتاعي، اسمها انترفيس. طب ايه الفرق بين الانترفيس والابستراكت كلاس؟ الفرق ان الانترفيس بيبقى فيها ثوابت كونستانتس وابستراكت ميثودز بس، ما بيبقاش فيها اي حاجة تانية. لكن الكلاس الابستراكت كلاس ممكن يبقى فيه كونستراكتور، يبقى فيه ميثود عاديه، ويبقى فيه فاريابلز والكلام ده. طيب ازاي اعمل انترفيس؟ عشان اعمل انترفيس بقول له كلمه انترفيس، وبعدين اسم الانترفيس بتاعتي، هقول له مثلا ماي انترفيس، وبعدين بفتح القوسين اللي هي الكيرل بريسز، وبكتب جواه هنا الحاجات بتاعتي. هنا بكتب التوصيف، يعني بقول له اي كلاس يعني يعتبر من الانترفيس دي، يعني بيحقق الانترفيس بتاعتي، هيبقى جواه الحاجات اللي موجوده هنا دي. طب اول حاجه الابستراكت ميثود، لما كنت بعمل ابستراكت ميثود كنت بقول له ابستراكت وبعدين اعرف الميثود بتاعتي، اقول له مثلا void مثلا برنت بس كده، انا عرفت ابستراكت ميثود. هي ميثود ملهاش body، ما بكتبش فيها هي بتعمل ايه، انا بس بعرفه ان هي موجوده. طب في الانترفيس ممكن اشيل كلمه ابستراكت واكتب ميثود على طول، لان هي الانترفيس اي ميثود فيها بتبقى ابستراكت، يعني هي ما بتقبلش ان انت تحط اي ميثود تانية، لازم الميثودز اللي جواها تبقى ابستراكت، فده يعني الديفولت، فمش لازم ان انا اكتب كلمه ابستراكت. والديفولت بتاع الميثودز او بتاع اي حاجه جوه الانترفيس ان هي بتبقى بابليك، يعني لما انا اكتب void print يعني اكني كاتب public abstract void print، يعني هو public و abstract ممكن ما اكتبهمش، هما دول الديفولت بتاع اي ميثود بكتبها جوه الانترفيس. طيب ازاي بقى اعرف ثابت؟ لما باجي اعرف ثابت يعني في اي حته هو زي ال variable بالظبط، بس بكتب قبله كلمه final، يعني بقول مثلا final int ال x بتساوي 5، فكده انا بعرف ثابت يعني اسمه اكس وجواه القيمه 5، كلمه فاينل معناها ان دي قيمه نهائيه مش هينفع تتغير في اي مكان تاني. طيب في الانترفيس ممكن اشيل كلمه فاينل لان هي ما بيبقاش فيها الا ثوابت بس، يعني اي حاجه جواها بتبقى ثابته، فهو عارف ان هي ثابت. طيب الديفولت بتاعها ان هي public static final int x بيساوي 5، ده الديفولت، يعني هو متغير فاينل يعني ثابت، وستاتيك يعني هو خاص بالانترفيس بس، يعني عشان اتعامل معاه لازم اقول له ماي انترفيس دوت، وبابليك يعني هو بابليك ممكن اتعامل معاه من اي مكان، ده الديفولت بتاعه. ممكن ما اكتبش الكلام ده كله واكتب له بس اللي هي امتى اكس بيساوي 5، كده انا عملت انترفيس. فكده انا بقول له اي كلاس هيحقق لي الانترفيس بتاعتي لازم يبقى فيه ميثود اسمها برنت، وممكن يعني يستخدم الكونستانت اللي اسمه اكس، يعني اللي موجود جوه الانترفيس هو ممكن يستخدم الكونستانت ده، لكن مش لازم يبقى فيه البروباريتي دي، يعني مش لازم اجي جوه الكلاس واعرف بروباريتي اسمها اكس، لا هي دي قيمه انا حافظها جوه الانترفيس بتاعتي. طيب ازاي بقى اقول له ان الكلاس بتاعي بيحقق الانترفيس دي؟ اول حاجه اعرف كلاس عادي جدا، هسميه مثلا ماي كلاس. عشان اقول له ان الكلاس بتاعي بيحقق الانترفيس دي بستخدم كلمه implementes، فimplementes بقول له هو هيحقق انترفيس معينه، واقول له اسم الانترفيس بتاعتي اللي هي my interface. ظهر لي هنا ايرور بيقول لي my class isn't abstract and doesn't override abstract method print، يعني بيقول لك هو الكلاس بتاعك ما بيعملش اوفررايد للميثود اللي اسمها برنت، لان هو بيحقق الانترفيس اللي اسمها ماي انترفيس، والانترفيس دي بتقول له ان لازم الكلاس يبقى جواه ميثود اسمها برنت، وطبعا هي void وما بتاخدش اي باراميتر، فانا هقول له هنا void مثلا برنت واي حاجه. طيب هنا بيقول لي برنت ان ماي كلاس كانت امبلمنتد print in my interface attempt to assign weaker access مش عارف ايه، بيقول لك was public، يعني هو بيقول لك ان الميثود دي public، لكن هنا دي مش public،
ان هي واخده الديفولت، لكن الديفولت مش بابليك. الديفولت في الانترفيس ان اي ميثود هي بابليك، لكن هنا مش بابليك. فبيقول لك دي يعني اقل منها في الـ في الاكسس يعني، فلازم تخليها بابليك. فاقول له هنا بابليك، الايرور راح. وخليها تقول اي حاجه، قول مثلا سيستم دوت اوت دوت برنتلين هلو انترفيس. تاني فرق بين الانترفيس والكلاس، احنا عارفين ان الكلاس ممكن يورث من كلاس تاني، بس لما بيورث بيورث من كلاس واحد بس، يعني ما ينفعش يورث من اكتر من كلاس. لكن في الانترفيس ممكن الكلاس بتاعي يعمل امبلمنت لاكتر من انترفيس. يعني انا مثلا عندي انترفيس اسميها ماي انترفيس 2، وفيها برضو ميثود اسمها برنت 2، وهسمي ده مثلا واي. فانا ممكن اجي هنا واقول له ان الماي كلاس ده بيعمل امبلمنت لماي انترفيس وماي انترفيس 2 الاثنين مع بعض. هنا بيقول لك عايز برنت 2 من الماي انترفيس 2، فهاجي هنا وهقول له برنت 2 لو هلو انترفيس 2. يبقى الكلاس بتاعي ممكن يعمل امبلمنت لاكتر من انترفيس، لكن ما ينفعش يعمل اكستند او يورث من اكتر من كلاس، لازم يورث من كلاس واحد بس. انا عملت هنا اتنين كلاس، واحد اسمه ماي كلاس والتاني ماي كلاس 2، وعملت انترفيس اسمها كومبيرابل. المفروض الانترفيس دي لما بستخدمها على اي كلاس بتقول لي ان الكلاس ده بيبقى جواه ميثود اسمها كومبير تو. طب كومبير تو يعني بقارن الاوبجكت باوبجكت تاني، يعني انا بقارن مثلا الكلاس ده بقارن اوبجكت اولاني معمول من الكلاس ده سمي مثلا O1 باوبجكت تاني اسمه مثلا O2. طيب لازم يبقى من نفس الكلاس عشان اقارن الاتنين ببعض. يبقى انا لما استخدم الانترفيس اللي اسمها كومبيرابل دي على الكلاس اللي هو ماي كلاس واحد، المفروض يبقى فيه عندي هنا ميثود اسمها بابليك انت كومبير تو، المفروض اقارن اتنين ببعض، فالمفروض ان هي هتاخد الاوبجكت اللي انا عايز اقارن بيه. طيب الاوبجكت هنا نوعه ايه؟ هو نوعه ماي كلاس، ليه هتاخد اوبجكت من نفس الكلاس بتاعي. فهي هنا ماي كلاس سمي مثلا او، وهنا اقول له مثلا ريتيرن 0 عشان الايرور بتاع الريتيرن يروح. طيب لو انا عايز بقى ان الماي كلاس هعمل ميثود تانية زي دي، فالمفروض ان هي هتاخد اوبجكت من نوع ماي كلاس 2. يعني هنا هي نفس الميثود لكن البارامتر هنا اختلف، واحد ماي كلاس والتاني ماي كلاس 2 حسب الكلاس اللي انا بطبق عليه الانترفيس بتاعتي. طيب انا هنا بقى لما اجي اقول له هنا امبلمنتس لكومبيرابل، وهنا برضو اقول له امبلمنتس لكومبيرابل، ظهر لي هنا ايرور بيقول لك ان الماي كلاس isn't abstract and doesn't override compare to incomparable. بيقول لك ما بيعملش override الميثود اللي اسمها compare to. طيب ليه ما بيعملش override؟ ما انا عندي هنا ميثود اسمها compare to اهي. انا هنا الميثود اللي اسمها compare to ما بتاخدش اي باراميتر، لكن هنا في ميثود بتاخد باراميتر، فكده اللي حصل overload مش override. عارفين ان الoverload بيبقى اتنين ميثود بنفس الاسم لكن مع اختلاف البارامترز، فاللي حصل هنا اوفرلود، وبرده اللي حصل هنا مع الماي كلاس 2 برده حصل اوفرلود لكن ما عملش اوفررايد للميثود دي. طيب كده المفروض ان الميثود دي تاخد باراميتر عشان الاثنين يبقوا زي بعض، بس هنا الباراميتر مختلف. يعني انا في اول مره خليتها الباراميتر ماي كلاس، في ثاني مره ماي كلاس 2، هكتب هنا ايه؟ يعني ايه الحاجه اللي انا هكتبها هنا هتاخد باراميتر من نوع ايه؟ فكده يعني باراميتر مختلف من مكان للتاني، فمش هينفع احدده، مش هينفع اقول له مثلا انت او مثلا، هو اسمه او لكن نوع انت ما ينفعش. النوع ده مش ثابت، هو النوع ده حسب الكلاس اللي انا بستخدم الانترفيس فيه. يبقى انا كده محتاج ان انا اعرف الانترفيس على النوع اللي هي هتستخدمه، يعني اقول لا مش في كل مره استخدمي لي نوع جديد، اقول لا لا وانا بستخدمك او وانا بطبقك على كلاس معين هقول لك النوع اللي تستخدميه. يعني مثلا انا بطبقك على الكلاس اللي هو ماي كلاس اقول لك استخدمي لي النوع اللي هو ماي كلاس،
فتيجي هنا وتقول بدل انت تقول ماي كلاس. ولو انا بستخدمها على ماي كلاس 2 اقول لها استخدمي لي النوع اللي هو ماي كلاس 2، فتيجي هنا وتكتب ماي كلاس 2. طيب ازاي بقى يعني امرر التايب بتاعي او نوع الكلاس للانترفيس؟ عشان امرر اي حاجه للانترفيس او عشان امرر النوع للانترفيس باجي هنا بعد اسم الانترفيس وبفتح اللي هم السن الاكبر منه والاصغر منه، وبكتب هنا يعني اي رمز اي حرف اسميه مثلا اي هو النوع، واجي هنا استخدم الاي ده. يعني انا بقول له هي الكومبير تو هتاخد باراميتر من نوع اي. طيب ايه الاي ده؟ الاي ده اللي انا هديه للانترفيس وانا بستخدمها، يعني وانا بستخدمها اقول لها ايه الاي ده. طب ازاي بقى اقول لها الاي ده ايه عشان امررها القيمه دي؟ باجي هنا برضو وافتح اللي هي الاكبر من والاصغر من، وبكتب هنا القيمه اللي انا عايز امررها، هقول له مثلا ماي كلاس، فالايرور راح لان بيقول لك اد اوفررايد، يعني هو بيعمل اوفررايد، فالايرور اللي كان هنا راح. واجي هنا اقول له برضو ماي كلاس 2، هنا كومبيرابل واستخدمي لي الماي كلاس 2، برضو الايرور راح. ده كده اللي احنا عملنا ده حاجه اسمها جينيريك تايب، يعني ان الانترفيس بتاعتك بتستخدم اكتر من نوع، يعني على حسب انت بتطبقها فين، انت بتحدد النوع اللي هتتعامل معاه اللي هما بين الاكبر من والاصغر من، ده اللي اسمها جينيريك تايب. ده كده الانترفيس وازاي اتعامل معاها، يعني وازاي اعمل انترفيس واطبقها على الكلاس بتاعي. قلنا الفرق بين الانترفيس والابستراكت كلاس ان الانترفيس بيبقى فيها ثوابت وابستراكت ميثودز بس، ولكن الابستراكت كلاس ممكن يبقى فيه بروبرتيز وفيه ميثودز عاديه مش لازم تبقى ابستراكت عادي جدا. وقلنا الانترفيس ما ينفعش اعمل منها كونستراكتور، هي ما فيهاش كونستراكتور، لكن الابستراكت كلاس فيه كونستراكتور. وقلنا ان الكلاس بتاعي ممكن يعمل امبلمنت لاكتر من انترفيس، لكن ما ينفعش يعمل اكستند لاكتر من كلاس، يعني هو بيورث من كلاس واحد بس.